السلام عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. ألف مبروك لطلاب الثانوية العامة. النهاردة معانا فيديو جميل جدا عن التنسيق في الكليات والمعاهد لسنة 2022. بس خلونا قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل شير عشان الكل يستفيد. النهاردة بعد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022، هننشر النهاردة الحد الأدنى للقبول بالعام الماضي بتنسيق كليات 2022. خلينا نقول النهاردة الكليات الحد الأدنى: اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة، الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية اسكندرية 352 درجة، ألسن كفر الشيخ 350 درجة، سياسة واقتصاد السويس 349، وسياسة واقتصاد بني سويف 344، ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341، ألسن عين شمس 340، إعلام القاهرة 349، 339 درجة، ألسن الفيوم 339، إعلام المنوفية 336، ألسن بني سويف 335، ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334، ألسن ألمانيا 333، ألسن أسوان 333، آثار الزقازيق 332، ألسن سوهاج 332، ألسن الأقصر 331، إعلام بني سويف 330، آثار دمياط 330، آثار عين شمس 329، إعلام وتكنولوجيا اتصالات السويس 329، الإعاقة والتأهل زقازيق 329، آثار القاهرة 328، إعلام جنوب الوادي 326، آثار الفيوم 325، آثار ولغات مطروح 325، آثار أسوان 324، آثار الأقصر 332، آثار سوهاج 322، الإعاقة والتأهل بني سويف 321، آثار جنوب الوادي 321، تكنولوجيا وإدارة تنظم معلومات بورسعيد 321، تربية اسكندرية 318، تربية الزقازيق 317، تربية عين شمس 316، فنون جميلة اسكندرية 315، حقوق سوهاج 315، تربية بورسعيد 314، آداب العريش 314، تربية المنصورة 312، تربية طنطا 311، آداب القاهرة 308، فنون جميلة حلوان 307، تربية تعليم ابتدائي الزقازيق 307، تربية دمنهور 306، تربية المنيا 305، تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304، تربية كفر الشيخ 303، تربية المنوفية بشبين الكوم 303، تربية حلوان 302، فنون جميلة المنصورة 300، آداب عين شمس 300، تربية مطروح 300، تربية سوهاج 299، تربية تعليم ابتدائي المنصورة 299، تربية طفل مبكر بورسعيد 298، تجارة القاهرة 298، مدينة عين تربية مدينة السلام 297، تربية جنوب الوادي 296، تربية الإسكندرية 295، تربية تعليم ابتدائي طنطا 295، تربية بنات عين شمس 295، تربية ابتدائي بورسعيد 294، تربية طفولة مبكرة المنصورة 294، تعليم ابتدائي عين شمس 293، تربية تعليم ابتدائي الإسكندرية 293، تجارة دمياط 293، تربية الفيوم 293، تجارة المنصورة 293، آداب حلوان 292، تجارة عين شمس 292، تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 291، تجارة الإسكندرية 291، تجارة وإدارة أعمال حلوان 290، آداب بنها 290، حقوق بورسعيد 290، تربية تعليم ابتدائي المنيا 289، آداب المنصورة 289، تجارة الزقازيق 289، تربية أسيوط 289، تجارة جنوب الوادي 287، تربية طفولة طنطا 287، تربية طفولة مبكرة المنوفية 287، تربية بني سويف 286، تربية تعليم ابتدائي كفر الشيخ 286، فنون جميلة أسيوط 286، تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285، حقوق دمياط 285، تربية السويس 284،
تربية نوعية الزقازيق 284، تربية تعليم ابتدائي بنها 284، تربية تعليم ابتدائي حلوان 284، تعليم ابتدائي تربية المنوفية 283، تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283، تربية تعليم ابتدائي بنات عين شمس 283، آداب بورسعيد 283، آداب انتساب موجة القاهرة 282، فنون جميلة المنيا 282، تربية نوعية القاهرة 282، تربية طفولة مبكرة أسيوط 282، تجارة بورسعيد 282، دار العلوم القاهرة 282، تربية طفولة الإسكندرية 281، آداب الزقازيق 281، آداب بنات عين شمس 281، تربية طفولة عين شمس 281، آداب طنطا 280، آداب وعلوم إنسانية السويس 280، تجارة كفر الشيخ 280، تجارة بنها 280، تربية طفولة كفر الشيخ 280، تربية طفولة مبكرة إسكندرية 280، تجارة انتساب القاهرة 280، تربية طفولة مبكرة القاهرة 279، نوع تربية نوعية طنطا 279، تربية تعليم ابتدائي دمنهور 279، آداب دمياط 279، تجارة انجليش أسوان 279، فنون جميلة الأقصر 278، آداب انتساب عين شمس 278، تربية رياضية بنات بنها 278، تربية نوعية اسكندرية 278، آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278، آداب المنوفية بشمير الكوم 277، تربية تعليم ابتدائي مدينة السادات 277، تربية طفولة حلوان رياض أطفال 277، تربية طفول مبكر دمنهور 277، آداب انتساب موجة الإسكندرية 277، آداب الوادي الجديد 276، حقوق المنيا 276، آداب كفر الشيخ 276، تجارة العريش 276، تربية أطفال مبكر الفيوم 276، تربية أطفال مبكر مدينة السادات 275، تربية دمياط 275، تجارة طنطا 275، آداب الفيوم 275، تربية جنوب الوادي بالغردقة 275. متنسانيش بلايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله انتظروني فيديو.